السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمرو عبد الله. بالنسبة للمحتوى، الكورس بتاعنا هو زي ما قلت لحضراتكم هو فور بيجينرز خالص، هنمشي من بداية خالص من أول التصطيب البرنامج واحدة واحدة لغاية لما نوصل للجزء اللي تخليك خلاص أنت هتنطلق في البرنامج و مش هتواجه مشكلة بعد كده ان شاء الله. بعض الاساسيات كده اللي تهمنا قبل ما نبدأ في البرنامج هو حاجات النظري اللي لازم نعرفها في الاول، الكونسبت نفسه. اول حاجة الكالرز، الالوان اللي احنا هنتعامل معاها. في ثلاث انواع من النظم الالوان اللي احنا هنتعامل معاها. اول نوع اللي هو ال RGB colors، تاني نوع اللي هو CMYK، تالت نوع اللي هو الجري سكيل. طيب ايه الفرق بينهم؟ تعال نشوفهم الاول واحدة واحدة. ال RGB colors دوت اللي هو نظام الالوان اللي خاص بالحاجات اللي هتتعرض على الويب او السكرين الشاشات. ال RGB اللي هو الاختصار ريد جرين بلو، الالوان الاساسيه في دايره الالوان بتاعتنا. تاني نوع وهو ال CMYK color، ده خاص اكتر بالطباعه او المطبوعات، لان في المطابع المكن بيبقى بيشتغل بنظام الوان مختلف عن السكرين، بحيث ان هو بيطبع الشيت على اربع مراحل. بيعدي الشيت الاول يطبع لون السيان، بعد كده الماجنتا، بعد كده يعدي على المرحله الثالثه يطبع اليلو، بعد كده يعدي على المرحله الاخيره ويطبع اللون البلاك. حتى تلاحظ في اغلب الصحف او المجلات او علب العصير وكده بيبقى بتلاقي العلامه دي اللي هو اكس، وفي الوان فيها ديت بتبقى الماركر بتاع المكنه، بحيث ان هو الالوان تطبع في نفس المكان على بعض، وفي الاخر لما بتطلع من المرحله النهائيه بيكون لك الصوره النهائيه. فالعلامه دي افهم منها اكتر يعني ايه CMYK ويعني ايه مراحل الطباعه. اللي احنا عايزين نفهمه ان ال RGB colors دي للحاجات اللي احنا لو هنصمم حاجه للويب او الحاجه هتتعرض على السكرين بنروح لل RGB color. لو هنصمم حاجه للمطبعات احنا هنروح لل CMYK color. في نظام اخير للالوان هنتعامل معاه بس مش كتير، يعني هو الجري سكيل. الجري سكيل اللي هو زي ما احنا شايفين كده هو عباره عن الالوان والمشابه ليها كابيض واسود. هستفيد من ده في ايه او ممكن يفيدني في ايه؟ ممكن مثلا لو انا بصمم لوجو العميل والعميل دوت بيقول لي انا هطبع اللوجو دوت على ورق بتاعي، الازرف او الفواتير مثلا، بيبقى عايز يشوف اللوجو لما هيتطبع هيبقى شكله عامل ازاي، هيتطبع ابيض واسود. فيهمني لما اللوجو يتطبع ما يبقاش كله سايح على بعضه، مثلا لو حاطط فيه شيب او حاطط فيه تفاصيل صغيره والوانها قريبه من بعض، لو حولتها جري سكيل او ابيض واسود وطبع الحاجات دي والتفاصيل دي هتروح في بعض. فانا يهمني وانا بصمم لوجو مثلا ان انا احافظ على التفاصيل دي، حتى لو تحولت ابيض واسود وهي الوان التفاصيل دي مش هتروح وهيتشاف اللوجو زي ما هو والكونسبت منه هيطلع تمام مظبوط وكل حاجه. فدي تطبيق للجري سكيل ممكن نتعرض له في المستقبل ان شاء الله. حاجه مهمه برده قبل ما نبدا في البرنامج ان احنا نتعرف على انواع الصيغ اللي احنا نشتغل عليها للصور. هنتعامل مع صيغ كتير جدا بس يهمنا دلوقتي ان احنا نعرف الخمس صيغ دولت، لان هم اشهر خمس صيغ ودولت اللي هنحتاج بيهم كبداية يعني في البرنامج، وتقريبا ممكن ما تحتاجش حاجة تانية بعد كده. اول صيغة اللي هي الجي بي جي. الجي بي جي دي هي الصيغة العامة المنتشرة للصور، وهي اللي بتشوفها كتير يعني في الانترنت وخلافه، يعني دي الصيغة العامة اللي هتلاقيها منتشرة واللي احنا نتعامل بيها. الصيغة التانية اللي هي بي ان جي. الصيغة دي ممكن يكون في فروقات كتيرة جدا في الالوان وحجم الملف كل دوت، بس احنا عايزين نوصل اللي احنا يهمنا دلوقتي كبداية، مش عايزين نتعمق في تفاصيل كتيرة مش هتهمنا دلوقتي كبداية. البي ان جي الميزة المهمة جدا اللي احنا عايزين نعرفها ان هي بتدعم الشفافية. يعني ايه شفافية؟ يعني بتظهر اللي وراها. يعني ايه بتظهر اللي وراها؟ يعني لو حطيت الصورة البي ان جي ديت على خلفية على صورة تانية مش هيبقى ليها خلفية. عايزين نشوف برضو نفهم الفرق ده اكتر. تعال نشوف الفرق دوت عمليا دلوقتي، هنشوف الفرق ما بين الصيغة الجي بي جي والصيغة البي ان جي من حيث جزء الشفافية او اللي هي من غير خلفيه. يعني ايه؟ تعالوا نشوف دلوقتي لو دخلنا صيغه الجي بي جي دلوقتي على الصوره اللي موجوده عندنا في البرنامج دلوقتي هتطلع لنا ايه، ولو دخلنا الصوره البي ان جي هتطلع لنا ايه. تعال نشد الصوره الجي بي جي. طبعا احنا هنقول بعد فيما بعد ازاي ندخل الصور على البرنامج. دلوقتي لو حطينا الصوره الجي بي جي دلوقتي على في البرنامج بتاعنا هي نزلت ومعاها الخلفيه البيضة بتاعتها. طيب لا، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نشوف البي ان جي وانها ازاي بتطلع من غير الخلفيه البيضاء دي. تعال دلوقتي نجيب الصيغه البي ان جي ونرميها على البرنامج، هنلاقيها نزلت من غير اللون الابيض اللي ورا ده اللي هو الخلفيه بتاعتها.
فده يعني ايه الفرق ما بين الصيغه الجي بي جي بخلفيه ما بتدعمش الشفافيه، والبي ان جي صوره من غير خلفيه يعني بتدعم الشفافيه. ده الكونسبت او المبدا اللي احنا عايزين نطلع بيه بس من الجزء دوت، يعني ايه الصيغه دي بتدعم الشفافيه. تمام. الصيغه الثانيه اللي احنا الثالثه اللي احنا هنتعامل معاها هي صيغه البي اس دي. يعني ايه بي اس دي؟ دي صيغه البرنامج نفسه، بحيث مثلا لو انا شغال في بروجكت معين وعايز احفظ البروجكت ده واحفظ الخطوات اللي انا كنت عاملها في البروجكت، بحيث لو عايز اعدل عليه فيما بعد، عايز انزل وارجع تاني اكمل عليه شغل بعد كده، الاقي الخطوات اللي انا عملتها ديت محفوظه. ده بيتحفظ في صيغه اسمها بي اس دي. دي صيغه البرنامج اللي هي بتحفظ لي الخطوات اللي انا عملتها من بدايه ما فتحت التصميم. صيغه تانيه اللي هي صيغه الرو. الرو ديت يعرفها اكتر او يحتك بيها اكتر اللي هو تعامل مع الفوتوغرافي اكتر، لان الرو ديت بتبقى الصيغه اللي بتيجي من الكاميرات. ايه ميزه الرو؟ الرو ميزتها ان هي بتاخد كل الداتا اللي طالعه من السنسور بتاع الكاميرا وتحتفظ بيها في الصوره، بحيث ان انت تقدر تعدل عليها بامكانيه ومرونه كبيره جدا، وتقدر تتعامل مع الصوره وتشكلها بسهوله جدا. ليه؟ لان هي واخده كل الداتا من السنسور اللي طالع من الكاميرا، وفيها امكانيه ان انت تشكلها او تعدل عليها زي ما انت عايز. بس ضريبة على كده ان هي واخده كل الداتا وفيها مميزات ديت، ضريبة على كده ان هي حجمها بيبقى كبير، يعني ممكن صوره رو توصل 30 ميجا مثلا. اخر صيغه من الصيغ المنتشره هي الصيغه الجيف او جي اي اف. اللي احنا عايزين برضو نعرفه دلوقتي عن الصيغه ديت ان هي زيها زي البي ان جي بتدعم الشفافيه، ممكن انها تبقى صوره او لوجو من غير خلفيه. الحاجه الزياده في الصيغه الجيف ان هي تدعم الانيميشن، زي ما انت بتشوف مثلا على الفيس كده دلوقتي ان هو بقى بيحط الجيف عليه وتشتغل كفيديو متحرك. الكونسبت اللي احنا عايزين نطلع منه دلوقتي بس ان احنا نعرف الفرق ما بين الصوره بخلفيه والصوره من غير خلفيه. طب انا ممكن احتاج الصوره من غير خلفيه في ايه؟ زي ما قلنا اللوجوز مثلا، لو انا عامل لوجو عايز احطه على صوره معينه واخليه في الجنب كده او اخليه في حته معينه كفوتر لصور معينه، بحفظه كصيغه بي ان جي بحيث ان احطه يطلع لي من غير خلفيه كصوره مفرغه، اقدر ان انا احطه على اي حاجه بعد كده.